تفقد محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح عددا من المشاريع الخدمية المنفذة في المحافظة بدعم وتعاون مع منظمة اليونسيف، وشملت الجولة المركز الطبي المحدث الذي يتم العمل على تحويله إلى مشفى وعددا من المراكز التابعة لجمعية المودة الخيرية ومشروع مد واستبدال شبكة الصرف الصحي وسط المدينة. نحن أول شيء مشروع الصرف الصحي، نحن همنا الأساسي كمحافظة وكحكومة هي معالجة الأمور بشكل أولويات، وأولوياتنا الآن هي تعزيز البنية التحتية في مدينة الحسكة كمجلس مدينة وكمنظمات العمل. عم يتم على تعزيز البنية التحتية من خلال شبكة الصرف الصحي، شبكة المياه، شبكة الكهرباء، تحسينها بشكل كامل. أحياناً الأخوة المواطنين بيجوا بيقولوا بدنا نزفت هون نزفت هون، مشان أنا كون واضح وصريح مع الأخ المواطن بمدينة الحسكة. هلا الأولوية هي لمشروع الصرف الصحي بكامل مدينة الحسكة. هلا نحن هذا المشروع بحي المرديان بطول 2 كيلومتر. نحن صرنا مأجزين العام الماضي وهذا العام مشروع صرف صحي بمدينة الحسكة بطول 20 كيلومتر. هذا بحد ذاته إنجاز للبنية التحتية. كانت زيارة ميدانية للاطلاع على واقع العمل ضمن المركز. كمان مشكورا تواصل مع فريق العمل، فريق شريكنا وهو جمعية المودة، وتواصل معهم، سألهم أسئلة عن سير العمل. حتى كان اللي صار إنه أدلى برسائل مهمة جدا ونصائح وتوصيات للفريق إنه الاستمرار بالاندماج ويكونوا فعالين ضمن مجتمعهم والاستفادة من هذا المشروع. مجلس مدينة الحسكة قام بمشروع صرفي بمسافة طولية قدر 2 كيلومتر في حي المريدان لمعالجة هذه الاختناقات واستبدال الخطوط القديمة بخطوط جديدة، مثل ما أكدنا دائما هو الهدف في مدينة الحسكة والأولوية في مدينة الحسكة مشاريع الصرف الصحي. مشروع سوا اللي زرتوه هو مشروع سوا لتطوير وتنمية مهارات الشباب واليافعين. المركز اللي زرتوه هو من 7 مراكز تابعة للمشروع. المشروع عم يعمل مع الشباب واليافعين من تطوير مهاراتهم ونعطيهم دورات بالمحاسبة، بالرسم الهندسي، بالأكسل، وبالإضافة لمهارات الحياة والتمريض.